المسائية، أهلا بكم. هذه أبرز العناوين. تواصل انفتاحها على الرأي العام مصالح الأمن الوطني، استعرضت منجزاتها للعام 2018 وفيها تقوية للخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز للأمن وجهود أكثر لمكافحة الجريمة والاتجار في المخدرات. في قداس ليلة الميلاد بالفاتيكان، البابا يدعو في رسالته التقليدية إلى حل النزاعات خصوصا في سوريا واليمن. والاحتفالات بالميلاد كانت بطابع خاص في بيت اللحم الفلسطينية حيث مهد المسيح عليه السلام. وزارة الصحة تلتفت لحال المستعجلات في المستشفيات العمومية وتطلق من سلة مخططا لتحسين جودة خدمات المساعدة الطبية المستعجلة، هدفه تأهيل الوحدات المتواجدة وخلق وحدات جديدة في المناطق حيث يسجل النقص. بحفل أندلسي غرناطي وبتكريم لشخصيات من الحركة الوطنية اختتم مهرجان مواسم خالد بمدينة طنجة، احتفى في نسخته الثانية بالذاكرة الوطنية وأبرز أحداثها على غراء الاستقلال والمسيرة الخضراء. مساء الخير، أهلا بكم. تواصل انفتاحها على الرأي العام وتواصلها بخصوص حصيلة عملها طيلة السنة، مصالح الأمن الوطنية استعرضت منجزاتها فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين وللأجانب والسياح والمقيمين، وفيما يخص أيضا مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن وإعمال مبادئ الحكامة في تدبير مواردها البشرية والمالية. إلى جانب حصيلتها للعام 2018، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني الخطوط العريضة لبرنامج عملها للعام المقبل. نادية اليوبي. تواصل الإدارة العامة للأمن الوطني تحقيق إنجازاتها الأمنية، فعلى مستوى زجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن وصلت المديرية خلال 2018 مسلسل دعم الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة، حيث أحدثت فرقتين لمكافحة العصابات بكل من الرباط وسلا، وتفعيل 19 وحدة للاستعلام الجنائي على مستوى القيادات الأمنية، وإحداث مكتب وطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وما مصلحة لليقظة الاقتصادية على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. كما عملت على تقوية البنيات العلمية والتقنية الداعمة للتحقيقات الجنائية، من حيث استحداث تخصص جديد على مستوى الكلاب المدربة للشرطة يقوم على رصد العملات المهربة عبر المنافذ الحدودية، وخلق معهد للعلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني كهيئة جامعة لمختلف فروع الشرطة التقنية والعلمية. هذه الهيكلة المؤسساتية الجديدة أسفرت عن تقوية عمليات الشرطة الرامية لمكافحة الجريمة، بحيث بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس أو بناء على مذكرات بحث ما يفوق 554,000 شخص، بينما بلغت عدد القضايا الزجرية المسجلة بمختلف أشكالها ما يفوق 584,000 قضية. أما بخصوص الجرائم الخطيرة والمقرونة بالعنف فقد بلغ عددها ما يفوق 56,000 قضية بنسبة مئوية تصل إلى 9.73% من المظهر العام للجريمة، وبمعدل زجر ناهز 73%، في حين عرفت جرائم القتل تراجعا بناقص 7% وجرائم الاغتصاب بناقص 5%. وعلى مستوى عمليات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنجزة بتنسيق وتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت هذه العمليات عن حجز ما يفوق الطن من الكوكايين وما يفوق 1,346,000 من الأقراص المهلوسة بنسبة زيادة ناهزت 43% مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما بلغت كميات مخدر الشراء المحجوزة 52 طنا و693 كيلوغراما من مخدر الحشيش. وتسخيرا للعلوم والتقنيات الحديثة لخدمة أجهزة العدالة، فقد تم تعزيز دور الشرطة العلمية والتقنية في التحقيقات الجنائية، مكن من حصول مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء على شهادة الجودة العالمية، اعترافا بمسار التحديث الذي اعتمدته مصالح الأمن الوطني في هذا المجال. وبالنسبة للسلامة المرورية، فقد اعتمدت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2018 نظاما معلوماتيا لتدبير مخالفات السير الطرقي بغرض تجميع ومركزة المخالفات المرتكبة،
وترشيد عمليات استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية. وفي هذا الإطار تم تسجيل المخالفات المرورية في حق أزيد من 1,806,000 مركبة، كما تم استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية في حق أزيد من 1,200,000 مركبة. كما عينت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 66,000 حادثة سير بدنية، مقارنة مع أزيد من 61,000 حادثة في سنة 2017 بنسبة زيادة بلغت 7.55%، وترتب عنها 964 قتيلاً. ومن أهم إنجازات المديرية العامة للأمن الوطني ما بذل من جهود كبيرة في مكافحة الترويج للمخدرات، ارتفع عامة ما حجزه من مخدرات وأقراص مهلوسة بنسبة 43%. وبخصوص تعزيز الأمن والقرب من المواطن ومكافحة الجريمة، سجلت حصيلة المديرية إحداث 23 مصلحة أمنية جديدة، فيما تم تقوية عمليات الشرطة الرامية لمكافحة الجريمة، إذ ارتفعت هذه العمليات بنسبة 6% مقارنة مع السنة الماضية. روبرتاج عبد الحفيظ المنور ومروان كبسة. حصيلة 2018 كانت غنية بالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني على مستوى مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. العمل المشترك للمديرية مع مصالح المديرية العامة للمراقبة التراب الوطني مكن من حجز كميات قياسية من هذه المواد المحظورة، واضعة بذلك حدا لمخططات الشبكات المختصة في هذا المجال، وقد تطلب ذلك عملا تتبعه الدقة واليقظة. حجز كميات مهمة من المخدرات والمؤثرات العقلية، ففي سنة 2018 تم حجز 52 طن و 693 كيلوغرام من مخدر الحشيش. تم كذلك حجز 1,346,000 من الأقراص المهلوسة ومخدر الإكستازي الذي يدخل في إطار المخدرات القوية، مع الإشارة أنه في منذ سنة 2016 إلى 2018 تم حجز أكثر من 3,514,000 من هذه المؤثرات العقلية. استراتيجية عمل المديرية العامة للأمن الوطني تضع ضمن أولوياتها مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، وفي هذا السياق وصلت المديرية العمل بإحداث 23 مصلحة أمنية جديدة ومفوضيات أخرى ودوائر جديدة. عمل مكن من تفكيك 495 شبكة إجرامية تنشط في السرقات بالعنف والسرقات المتشددة، وتفكيك 45 شبكة إجرامية تنشط في الهجرة غير الشرعية في السنة التي نودع. في مجال تعزيز شعور بالأمن ومحاربة الجريمة، وصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلق مجموعة من الوحدات الميدانية، وذلك من أجل الرفع من قدرات وأساليب العمل المديرية العامة للأمن الوطني. فمن خلال هذه الفرق فإنها تعمل على الإعداد المحكم للأبحاث وللعمليات الشرطية. عمل متواصل وجهود مضاعفة تلقى استحسانا من المواطنين الذين يوجدون في علاقة يومية مع مصالح الأمن المختلفة التي تسهر على خدمتهم. نطاق في سكن العناية كنشوف ديما دوريات كيتحركوا، كاين المطرية، كاين الطوموبيلات، المهم كاين الأمن. حسب ما كنشوفوا كتقوم بواحد المجهودات كبيرة في محاربة آفة المخدرات اللي هي كتسيء للشباب. المديرية العامة للأمن الوطني تعمل في تعاون كبير مع دول العالم، وهكذا عملت على تنفيذ 80 إنابة قضائية دولية تتعلق بقضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال. عمل مكن من توقيف 49 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض. في وقت تبحث فيه عن طريق نحو الاستقرار الأمني ونحو بناء الدولة ومؤسساتها، ليبيا يطالها هجوم إرهابي استهدف مقر وزارة الخارجية صباح اليوم في العاصمة طرابلس. نفذ هذا الهجوم مسلحون، أحدهم انتحاري، وقد خلف 3 قتلى وعشرة جرحى. مبارك إبراهيمي. حصيلة القتلى في الانفجار الانتحاري الذي استهدف وزارة الخارجية الليبية بلغ 3 قتلى على الأقل، بالإضافة إلى أضرار جسيمة بمبنى الوزارة. المعلومة الأولية تشير إلى أن الهجوم يحمل توقيع تنظيم الدولة الإسلامية داعش.
الغادر كان من قبل مجموعات المارقة، مجموعات داعش، كانوا هم ثلاثة عناصر بحوزتهم حزام ناسف وشنطة متفجرة، وكان من ضمنها معهم شخص كان عنده سترة واقية للرصاص فقط. وفي الوقت الذي انطلق فيه تحقيق معمق للتأكد من الجهة أو الجهات التي كانت وراء هذه العملية، عزى وزير الداخلية الليبي هذا العمل الإرهابي إلى غياب الأجهزة الأمنية. هذه الفوضى الأمنية المستمرة الآن بالتأكيد أنها سوف تكون بيئة خصبة لداعش والمنظمات الإرهابية الأخرى. الهجوم على مقر وزارة الخارجية الليبية يعتبر الثالث من نوعه خلال هذه السنة التي نستعد لتوديعها، وقد استهدف هجوم مماثل مقر المفوضية العليا للانتخابات، وآخر استهدف المؤسسة الوطنية للنفط. وفي أفغانستان سقط 43 قتيلا إثر تفجير انتحاري تلاه هجوم بالأسلحة النارية على مجمع حكومي في العاصمة كابول، وفي وقت لم تتبنى فيه أي جهة الهجوم. نفى متحدث باسم حركة طالبان أن تكون الحركة مسؤولة عنه. هجوم كابول استمر لساعات طويلة ويعد واحدا من بين الهجمات الأكثر دموية التي شهدتها العاصمة الأفغانية عام 2008 18، العام الذي بلغ فيه عدد الضحايا من المدنيين والعسكريين مستوى قياسي. وعام 2018 يقترب من نهايته دون أن تنتهي معه العديد من الأزمات والنزاعات التي تعيشها عدد من الدول. ركز على هذه الأوضاع في الفاتيكان بروما البابا فرانسيس في رسالته التقليدية بمناسبة عيد الميلاد، وفيها تطرق خصوصا للأوضاع في سوريا وفي اليمن. الاحتفالات بعيد الميلاد تزينت لها العديد من المناطق عبر العالم، وكانت بطابع خاص في مدينة بيت لحم الفلسطينية، حيث مهد المسيح عليه السلام، وحيث أقيم قداس منتصف الليل مبارك إبراهيمي. أجرس كنيسة المهد ببيت لحم تدق احتفالا بميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا السلام، ولإعلان المجد لذات العلا والسلام على الأرض. احتفال الفلسطينيين بهذه المناسبة التي تلخص احتفال العالم المسيحي بكل تياراته بها تتم في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ 60 سنة. في كنيسة المهد تمت إقامة قداس مهيب حضره الرئيس الفلسطيني يخلد لهذه الذكرى التي يحاول فيها المسيحيون كاثوليك وبروتستانت وأرثوذكس إعادة بسمة الأمل إلى الوجوه التي علاها اليأس بسبب استمرار نفس الواقع المر، خاصة في فلسطين المحتلة. هذا الوضع فرض نفسه في روما مقر الكنيسة الكاثوليكية، إذ لم يخفي البابا فرانسيس حسرته من غياب حل لهذه القضية في كلمته أمام الحاضرين الذين حجوا لساحة القديس بطرس. على الفلسطينيين والإسرائيليين استئناف الحوار وأخذ طريق السلام لوضع حد للخلاف بينهما الذي استمر منذ 60 سنة ويمزق الأرض التي اختارها الله وبارك فيها. في بريطانيا الأسرة الملكية شاركت البريطانيين احتفالاتهم بهذه المناسبة من خلال الزيارة التي قاموا بها دفعة واحدة إلى مؤسسات لإيواء العجزة والمسنين. في المغرب أيضا أحيت الجالية المسيحية قداس ليلة الميلاد. كنيسة الروح الطاهرة بطنجة استضاءت ليلة أمس بإحياء قداس ديني احتفالا بميلاد المسيح عيسى عليه السلام، قداس عبر فيه المصلون عن رجائهم في أن يسود السلام مختلف بقاع العالم. ريبورتاج صديق بن زينة وفاريد غيتو. منتصف ليلة أمس دقت الأجراس في العالم المسيحي احتفالا وابتهاجا بليلة ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وهذا قداس احتفالي احتضنته كنيسة الروح الطاهرة بطنجة. وعلى هذه الإيقاعات كان التمني بعالم السلم والسلام والتآخي. نحن جد سعداء بكوننا نوجد في المغرب، حيث يمكننا الاحتفال وسط إخواننا المسلمين بهذا الحدث، ونتمنى أن يكون هذا الاحتفال مبعثا للسلم والسلام للمغرب وللبشرية جمعاء. والاحتفال بعيد ميلاد المسيح يعد ذروة زمن الميلاد الذي تستحضر فيه الكنائس المسيحية الأحداث اللاحقة والسابقة لعيد الميلاد هنا بكنيسة طنجة. وفي هذه الأجواء الاحتفالية المسيحية كان التعبير عن الفرح والرجاء.
حضرت رفقة ابني من أجل الاحتفال بعيد ميلاد المسيح والتعبير عن الشكر، فليبارك الله الجميع. جئت لأحتفل بعيد ميلاد المسيح في المغرب الذي يعد بلد التسامح، وأنا أشارك الآن في هذا الاحتفال. في كنيسة طنجة اجتمعت مختلف الأجناس والأعراق في قداس ديني واحد احتفالاً بعيد ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وهو ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة في الديانة المسيحية. وعطل أعياد نهاية السنة في فترة رواج بالنسبة للقطاع السياحي، وحتى قبل هذا الرواج والانتعاش أكادير سجلت موسما جيدا خلال الأشهر العشر الأولى من هذا العام، تجاوزت سقف 4.5 مليون ليلة سياحية، أي بزيادة بنسبة تقارب 13% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وزارة الصحة تلتفت إلى حال المستعجلات في المستشفيات العمومية، وضعت لتحسين جودة خدمات المساعدة الطبية المستعجلة مخططاً لتسريع تأهيل هذه الوحدات الطبية ولخلق وحدات طبية أخرى في المناطق حيث يسجل النقص. المخطط الذي يمتد بين العامين 2019 و2021 أعطيت انطلاقته اليوم بمدينة سلا. بشرى رئيف. أكثر من 750 شخصا يفيدون بشكل يومي على مصالح المستعجلات، سواء بالمراكز الاستشفائية الجهوية أو الإقليمية أو بمراكز القرب. ضغط يومي على هذه المصالح يستوجب مجهودات لإعادة تأهيلها. على هذا الأساس أعطيت الانطلاقة اليوم لمخطط تسريع تأهيل المستعجلات، والهدف جاله هو تحسين الخدمات والجودة ديال الخدمات على مستوى المستعجلات الاستشفائية وما قبل الاستشفائية. هناك شق يتعلق بالنقل الصحي الاستعجالي، بالضبط ديال هاد الاستعجالات المتنقلة، بتأهيل المصالح ديال الاستعجالات على مستوى المستشفيات الجهوية 12، ثم بعد ذلك على مستوى المستشفيات الإقليمية. وهذه السنة في 2019 غادي نقوموا بتأهيل المستعجلات الاستشفائية الجهوية اللي هي عدد ديال 12. في 2020 غادي نمروا لتأهيل المصالح الاستعجالية ديال المراكز الاستشفائية الإقليمية كلها، وفي 2021 تأهيل المراكز المستعجلات ديال مستشفيات القرب. بهذه المناسبة تم توزيع 30 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث المعدات الطبية وما يزيد عن 160 حاضنة ثابتة ومتنقلة، كما تم تعيين المتخرجين الجدد الذين يقدرون بنحو 100 ممرض مختص في المستعجلات والعناية المركزة، فضلا عن 85 مساعدا معالجا. قريت في المعهد لمدة سنتين، تلقينا تكوين مزيان فيه، تعلمنا كيفاش نسعفوا المرضى ضحايا حوادث السير والجرحى، والمهمة ديالتنا كتكون داخل لومبيلونس اللي كتكون بيان ايكيبي. المهام ديالنا هما المساعدة الطبية، يعني فيما كانت شي خدمة يعني مستعجلة كنقوموا بالتدخل، يا اما سواء مع الميدسان او سواء مع ليزانفيرمي. وفي إطار هذا المخطط الوطني الذي سيمتد حتى العام 2021، تم توقيع اتفاقية شراكة لتحسين العرض الصحي بجهة الرباط سلا القنيطرة كبداية، في إطار تفعيل الشبكة المندمجة للعلاجات الاستعجالية بين المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا وباقي المستشفيات. تعود أحداث القضية إلى تسعينيات القرن الماضي، وأولى جلساتها انطلقت صباح اليوم. متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامد الدين من طرف قاضي التحقيق بغرفة الجنايات باستئنافية فاس بتهمة المساهمة في القتل العمد عن سبق إصرار وترصد التي راح ضحيتها آنذاك أحد الطلاب اليساريين. هذه المتابعة أجلت جلساتها إلى شهر فبراير المقبل. ريبورتاج سارة جابري، إدريس كوهن، تحرير ياسين كوينتي. فتح ملف متابعة عبد العالي حامد الدين المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية بعد صدور قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس من أجل متابعته بتهمة المساهمة في القتل العمد عن سبق إصرار وترصد في الجريمة التي ذهب ضحيتها الطالب اليساري محمد بن عيسى أيت الجيد سنة 1993 بعد الشكاية المباشرة التي رفع ضده أقارب الطالب اليساري. الملف قضائي قانوني، حتى التصريحات اللي هي سياسية باش يتم التأثير على القضاء، فتنظن بأن القضاء محصن
واخا يكون تصريحات من اي جهات كانت. ويلاحق عبد العالي حامد الدين في قضية كان حكم عليه فيها بسنتين سجنا نافذا في 1994 يتعلق بالمشاركة حين كان طالبا بجامعة فاس في مشاجرة مورس خلالها عنف أدى إلى مقتل أحد الطلاب اليساريين. ليس هناك أي مدخل قانوني لإعادة محاكمة حامد الدين، سنقف أمام غرفة الجنائز وسنوضح هذا بطبيعة الحال. ماشي اليوم، اليوم هذه أول جلسة عادة تكون لتسجيل نيابة وتسخير الملف، لكن بطبيعة الحال فيما بعد عندنا ما يكفي من الدلائل القانونية لنوضح هذا للمحكمة. وأرجأ قاضي التحقيق بغرفة الجناية باستنافية فاس محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية إلى غاية 12 من شهر فبراير المقبل للاطلاع على أوراق الملف وإعداد الدفاع. في النشرة أيضا، إلى جانب الترفيه أو التثقيف أو تعزيز نفوذ جهة ما والتأثير والترويج لثقافة ما، تلعب السينما أيضا أدوار تربوية واجتماعية. الفيلم التربوي من الصنف القصير يقام له بالدار البيضاء مهرجان، وينتقي أفلاما تعالج قضايا تهم المجتمع كالتحرش والإعاقة. الدورة الرابعة من هذا المهرجان تشرك في العروض أفلاما من الجزائر ومن تونس ومصر والعراق. شليلة بن فتان. مشاكل الإعاقة، التحرش بالأطفال، الهدر المدرسي وتشغيل الأطفال، موضوعات تناولتها هذه الأشرطة التربوية القصيرة التي عرضت أمام جمهور مدينة الدار البيضاء في قالب فني متميز ضمن فعالية مهرجان العالم العربي للفيلم التربوي القصير. هذه الدورة الخامسة اللي خدت طابع عربي، اللي واحد مجموعة ديال الدول العربية مشاركين معنا، تونس، العراق، الجزائر ومصر، واحد مجموعة ديال ليغيزاتور مغاربة مشاركين معنا. الجمهور تعرف أيضا على مسار مجموعة من المخرجين والفنانين الذين ساهموا طيلة سنوات اشتغالهم في إغناء الساحة الفنية بإبداعاتهم المتميزة، فكانت لحظة اعتراف وتكريم لكل من المخرج سعد الشريبي والممثل دادس. كتقول يمكن درت شي حويجات زوينين للناس، يعني بقات يبقاو كتفكروك بهم، يمكن لا درنا شي حوايج اللي هما خلاهم انه يجيبونا نشوفوا الناس ونشوفوا حتى كيفاش يعني الجمهور كيفاش كيتعامل معاك، كيفاش واخد فكره على اعمالك على خدمتك. اعتقد ان المنظمين ديال هذا المهرجان عندهم يعني واحد شحنه من الايمان بالعمل اللي كيقوموا به. لما كنقدموا اعمال سينمائيه للطلاب، يعني احنا كنبنيو واحد الجيل جديد اللي غادي يولي هو الجيل المستقبل، اللي غادي يكون اولا متفرج، ممكن يكون من بعد ناقد، ممكن يكون من بعد سينمائي. برنامج متنوع وحافل بمجموعة من الأفلام التربوية الهادفة الموجهة بالدرجة الأولى لجمهور الناشئة، يعدها منظمو المهرجان طيلة 8 أيام من عمر المهرجان، وذلك تحت شعار التربية الجمالية. وننهي النشرة من مدينة طنجة بحفل أندلسي وغرناطي وبتكريم لشخصية من الحركة الوطنية. اختتم مهرجان مواسم خالدة الذي احتفى في نسخته هذه السنة وهي الثانية بالذاكرة الوطنية وبالأحداث الكبرى التي طبعتها على غرار الاستقلال والمسيرة الخضراء. روبورتاج محمد الريشي، التحرير لعمر أجراري. مهرجان مواسم خالدة في نسخته الثانية احتفاء راق بعبق الذاكرة الوطنية من خلال الطرب الأصيل والموسيقى الأندلسية. اليوم حفل الاختتام يتشكل من باقة من الأطباق الغنية، فرقة محمد العربي المرابط بقيادة الفنان محمد العروسي بمشاركة المنشد عبد الفتاح منيس، كذلك أيقونة الملحون سناء مراحتي، وكذلك سليل الزاوية الحراقية تامي الحراق، في جولة أندلسية روحية ملحونية. أسماء فنية وازنة أطربت مسامع الحضور على مدى 3 أيام بباقة من أحلى المعزوفات الأندلسية وموسيقى الملحونة. أول مشاركة عندي في مدينة طنجة بعد 22 سنة ديال في الفن،
فرحانه بزاف اللي غدا نكون في حفل اختتام مهرجان مواسم خالده في الدوره الثانيه ديالو، وفرحانه اكثر ان هذا الحفل كيضم مجموعه من كبار الفنانين. انا جيت سعيد بمشاركتي بهذا الحفل البهيج مع الجمهور الذواق الطنجاوي، ونتمنى على الله تكون دائما حياتنا أفراح ومسرات. المهرجان كان أيضا مناسبة لتكريم رواد الطرب الأندلسي بمدينة طنجة وتنظيم معارض فنية تكريما لرجالات الحركة الوطنية. في ختام النشرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها: تواصل انفتاحها على الرأي العام وتواصلها بخصوص حصيلة عملها طيلة السنة. مصالح الأمن الوطني استعرضت منجزاتها للعام 2018 وفيها تقوية للخدمات المقدمة للمواطنين وللأجانب والسياح والمقاومين والمقيمين، وتعزيز للأمن وجهود أكثر لمكافحة الجريمة والاتجار في المخدرات، مع إعمال مبادئ الحكامة في تدبير مواردها البشرية والمالية. لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا دوزام.ما وتطبيق ماي دوزام. ختام المسائية، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.